فض الاعتصام بتاع النهضة، فوجئنا طبعا بأعداد غفيرة جدا من الإخوان ومن الناس السنية، المشايخ بتاعتهم تقودهم المشايخ طبعا هم اللي بيقودوهم مع عدد كبير جدا، كانت أعداد غفيرة جدا. طبعا بدأوا يهاجموا، أول حاجة دخلوا على الكنيسة يعني دمروها، أنا ما بقولش خربوها ولا حرقوها، تدمير كامل. الكنيسة دي طبعا بنبني فيها أو بحوالي 12 سنة، واتاخد المكان واتاخد السماعات، اللي ما تدمرش اتاخد. طبعا كانت في موجات متتالية حتى لبعد العشاء هم رايحين جايين عليها. طبعا احب اعرفك ان الحراسه اللي كانت موجوده انسحبت للاسف، يعني وهي انسحبت طبعا لان عددهم ما كانش الاحداث. الميكروفونات الجوامع كان في تحريض من المشايخ في ميكروفونات الجوامع، كانوا بيدعوهم للجهاد. الناس دي اساءت للاسلام، مش خدمت الاسلام، لا دي اساءت للاسلام. يقودهم رجال كبار مشايخ معروفين لكل الناس، معروفين لكل الناس. الكنائس ديت كانت متأمنة بيبان حديد، انا مش عارف هم فتحوها ازاي، يعني صوت رجل باب كان يصح الميت. ليه كده يحصل في بيت ربنا؟ انا مش عارف. يعني بص، لو تبص حضرتك ده مذبح، المذبح ده بيترفع على الخور، الناس بتقول يا رب. ودلوقتي واحنا لما بنتصلي وبنمشي في الشارع بيقولوا لنا لسه بتروحوا بتصلوا، بعد هم كانوا عاوزين لما يعملوا كده الناس ما تطلعش وتصلي، لكن الناس هتطلع لو على تراب لو على رمضان. هي مش عار لينا، ده عار عليهم هم، ان هم ايدهم اتطولت واتمدت على كنايسنا. لفوا بالصليب في حوالين الكنيسه في البلد، يلفوا الكلام ده حطوه على توك توك، يلفوا. هم فرحانين ان الصليب دي ده اصله علامه المسيحيه ورايه المسيحيه، هم فرحانين ان هم كده كسروا رايه المسيحيه، لكن هم احنا عاملين شيء صاروخ هنخاف من ايه؟ ما انا كنت واقفه في البلكونه شايف هيعملوا لنا اكتر من مصر. بيقول لك الله اكبر الله اكبر، يعني بكسر في حاجات الكنيسه بقول لك الله اكبر. ده فضل الاعتصام، بدأوا في المساجد هنا ينادوا عليهم، اخواتكم في رابعه بيموتوا، احنا دلوقتي منتظرين ندفن اولادنا، وبيقولوا لهم ايات من القران بتحس على الجهاد في سبيل الله. طبعا ده الاستاذ احمد عبد العظيم اللي هو مدير مدرسه الثانوي هنا، والشيخ محمد جمعه، دول هم بيحرضوا على الفتنه اصلا. بعدها قال لهم كل لازم يتجمع في الجامع البحري عشان نصره للاسلام ونصره لدينكم. بعدها بعشر دقايق بالظبط لقيناهم راحوا الكنيسه الجديده ولعوا فيها الاول، احنا كنا شايفين الدخان واحنا في البيت. بعدها جم على هنا ضربوا العساكر هنا ورموا عليهم ملطوف، وبعدين راحوا رامين هنا البنزين وولعوا في الكنيسه. جينا نطلع راحوا داخلين عندنا في البيت كسروا لنا الثلاجات والبوتاجاز، وضربوا امي عندها 74 سنه شيخ مربي دقنه كان بيضربها، وبقول ان هي دي تعليم الاسلام. طبعا عندي تعويره هنا والتعويره دي هنا من الضرب بتاعها.